اللحية عند الرجال وتأثيرها على الصحة. يبدو أن موضة اللحية تميل وتنتشر اعتمادا على أي جزء من العالم تسكنه أو أي عقد تعيشه، ولكن ماذا عن التأثيرات الصحية لهذه البقع الكثيفة من فرو الوجه؟ أجرت قناة BBC تحقيقات فيما إذا كانت اللحى جيدة أو سيئة على صحتنا، سواء كنت أنت من يطيلها أو أنك على صلة بشخص يطيلها. في تلك الحالة، لمع هذا السؤال عند اكتشاف نوع جديد من المضادات الحيوية تعيش على البكتيريا الموجودة على لحية شخص ما، وهو اكتشاف مشجع لشخص قد وضع خيار إطالة لحيته جانبا. المصطلح التقني للشخص الذي يخاف من اللحى هو بوغونوفوب إن كنت تتساءل. ولكن ماذا يقول العلم؟ أشار مايكل موسلي من قناة BBC إلى دراسة نشرت في مجلة عن عدوى المستشفيات Journal of Hospital Infection، والتي فحصت عينات أخذت من 408 أشخاص من طاقم المستشفى. أظهرت البيانات أن أفراد الطاقم حلقي اللحية كانوا أكثر احتمالا لامتلاك أنواع معينة من البكتيريا تعيش على وجوههم، وبالتحديد أن حلقي اللحية أكثر بثلاثة مرات احتضانا للمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين على جلودهم، وهي بكتيريا مشهورة بأنها مصدر العدوى في المستشفيات. توجد فرضيتان. الأولى هي أن عملية الحلاقة تخلق خدوشا طفيفة جدا في الجلد، والتي تعطي بيئة خصبة للبكتيريا. الثانية أن اللحى تحارب العدوى البكتيرية بشراسة، وفي تجربة أجريت لقناة BBC كان بإمكان عالم الأحياء الدقيقة آدم روبرتس أن ينمي 100 نوع من البكتيريا من مسحة مأخوذة من اللحية، قائلا أن من الممكن أن بعض هذه الميكروبات تساعد في عملية قتل ميكروبات أخرى. فمثلا بعض أولئك السفاحين الصامتين الذين نماهم روبرتس كانوا جزءا من نوع المكورات العنقودية البشراوية، والتي وجد أنها فعالة في قتل بكتيريا الإيكولاي إشريشيريا كولي. بدا أن مناخ اللحية الفريد أرض خصبة لا يقدر بثمن بالنسبة لبعض العلاجات الطبية. من المحتمل أن تكون اللحى محط نزاع لبعض الوقت القادم، فمثلا كانت إجبارية على الرجال في أفغانستان تحت حكم طالبان، بينما كان يقال أن الألكسندر العظيم كان يمنع جنوده من تربية اللحى في حالة القبض عليهم الأعداء في المعركة. وفقا للبروفيسور الطبي فيليب تيرنو، والذي تحدث على موقع ميك، فإن السؤال عن مدى صحية اللحى هو سؤال معقد، ففي رأيه لا دليل على كونها صحية أم غير صحية. يقول تيرنو: يلمس الناس وجوههم بشكل متكرر، يلمسون أنوفهم ويفركون أعينهم، محضرين أشياء متنوعة، تقبيل النساء حتى على الخد يجلب كائنات، ومع مرور الوقت سيكون لديك فرص أن تترسب عليك أنواع كثيرة من الكائنات، بعضها يبقى والآخر يموت.